ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الاكاديميه والباحثه في العلاقات الاقتصاديه الدوليه الدكتوره هدى فالح الكبيسي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. مركز الدراسات الاستراتيجيه والدوليه الامريكي يقول بان العراق يواجه ازمه اقتصاديه هائله، وبان العراق اصبح بلدا مفلسا تقريبا. هل هذا توصيف دقيق من جانب المركز برايك؟ نعم، هي في الحقيقة التقرير أكيد يعني منصف إلى حد ما بالشكل التالي، يعني مما لا توازن في موازنة عام 2019، وهذه الحالة اللي احنا نقصد بها اللا توازن تنعكس أو هي تعكس واقع العملية السياسية اللا توازنية التي بدورها تعكس يعني تنعكس على العملية الاقتصادية. ف كان هذا كل الانعكاس بالنهاية على موازنة 2019. الأرقام التي جملت بها هذه الموازنة سواء بالنفقات الخاصة بالتشغيلية أو ما يسمى بالنفقات الحاكمة اللي هي بقية النفقات تحت بند التشغيلية، نلاحظها كبيرة جدا يعني، وبالتالي بالنسبة للاستثمار، وبعد أن أعيدت هذه الموازنة للتدقيق وإلى تم تخفيض نسبة الموازنة الاستثمارية، ونحن في أوج أن تكون نسبة الاستثمارات أعلى، حتى مو من 25%، أعلى من هذه النسبة. يعني موازنة دكتورة هدى، يبدو أن هناك مشكلة. نعم، يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال بالاتصال سنعاود الاتصال مرة أخرى. أعود لك دكتورة هدى. اللجنة المالية في البرلمان وصفت موازنة 2019 بأنها بائسة، وأن الموازنة الجديدة لا تختلف عن موازنة حكومة العبادي. إذا ما الفرق بين حكومة العبادي وحكومة عبد المهدي فيما يخص الموازنة؟ يعني ايضا هنا اكو فد نقطه اساسيه، البرنامج الذي جاء به السيد عبد المهدي، البرنامج الاقتصادي، لا يتوازن تماما مع موازنه 2019 كما هو حدد في هذا البرنامج. حدد انه على اساس هناك مشاريع استثماريه انجزت وهنالك مشاريع استثماريه غير منجزه، ولكن هذا كل ما جاء في برنامجه لا يتناسب تماما مع موازنه 2019، وبالتالي أصبحت بعيدة كل البعد عن أهدافها. هي تصبح كما ذكر في تقريركم، هي تصبح شكلها شكل في زمن الدكتور عبادي، وأيضا لم تختلف عنها في مضمونها يعني، ولا تختلف عنها أيضا في تمثيل الجداول الموجودة فيها يعني، حتى لم يطرأ لديها أي تحسن في هذا المجال. هناك نقطة يعني نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها، موازنة، وأيضا سوريا كانت في صدد وضع موازنة، حوالي كانت موازنتها 8 مليار و9 مليون دولار، لكن نلاحظ نشوف بهذه الموازنة اللي هي سوريا ثلث هذه الموازنة للاستثمارات، مع العلم هي تمر بظروف أيضا ظروف غير جيدة وظروف حرب، وهنالك يعني كثير من المدن قد يعني هدمت تماما، وبالتالي ايضا وضعها لا يختلف عن وضع العراق. فكيف لنا ان نضع موازنه بهذا الرقم الكبير اللي هي تصل بين 108 مليار الى 111 مليار دولار، وبهذه الجوانب الخاصه في الاستثمارات منخفضه جدا؟ فبالتاكيد سوف لن يعني لا يوجد هنالك او لا يمكن تقليل. الامر لم يقتصر فقط على الاستثمارات دكتور هداب. يعني عضو لجنه التخطيط النائبه ماجده التميمي تقول بان مشروع قانون موازنه 2019 يتجه الى تقليص تسديد الديون، يعني رغم اجمالي نفقات رقم كبير 133 تريليون دينار. إلى أي مدى تتفقين مع ما تذهب إليه النائبة؟ يعني أن نفكر بها، يعني هذه بما يخص هذه المشاريع الاستثمارية يجب أن نفكر في خطوة تسبقها الاستثمارية، هي الإدارة الرشيدة، والإدارة الرشيدة وما يحكمها إنه أن تتحدد وأن تسيطر على ملفات الفساد، ملفات الفساد كما تم حسابها في كانون الأول 2018 وصلت إلى 113,000 ملفة فساد. فعلى السيد عادل عبد المهدي أن يعمل على
التدقيق في 113 ألف ملف فساد حتى يستطيع أن يدخل للاستثمار وللجوانب في منظمة السلام الدولية. أشار إلى أن العراق من أكثر الدول الغير آمنة، وبالتالي هذا لا يشجع المستثمرين على القيام بالاستثمارات. نسبة الفقر في محافظة المثنى، نسبة الفقر في محافظة المثنى بلغت 52%، طبعا وفق تصريحات النائب عدنان الأسدي. رغم ذلك الموازنة لا تراعي حالة الفقر في المحافظة، ليس فقط في هذه المحافظة بل في جميع محافظات وعموم العراق. وفق أي معيار إذن تصاغ الموازنة العامة للعراق للسنة القادمة؟ والله على ما يبدو لا يوجد هنالك معيار محدد، لانه احنا نعرف احنا بال 2018 الان، واحنا من بدايه 2018 نفكر في كيفيه اعاده اعمار للمدن التي هدمت، وبالنتيجه ايضا التي تعاني من الفقر وخاصه المدن الجنوبيه، وكل هذه لم تؤخذ بنظر الاعتبار، ونحن لدينا خطه او استراتيجيه الفقر الثانيه التي لطالما أشرنا إليها، كل هذه لم تكن بالحسبان في هذه الموازنة 2019، وبالتالي ما شرع إليه النواب هو فعلا صحيح، لأنه لا يوجد أي وجهة نظر حتى بالنسبة إلى 1.1% التي تم وضعها هذه النسب 1% للمدن المهدمة، يعني أعتقد 1% لا تساوي شيئا، وبالتالي لا تؤدي إلى إعادة إعمار، فكيف لك إذا هذه المدن هي مهدمة بالكامل؟ إذا بمعنى أن هذه الموازنة جاءت هي جدول بياني فقط لتوضيح الأجور والرواتب، النفقات التشغيلية وما يشملها من نفقات أخرى قد تكون تسويقية وإلى آخره، وأيضا نفقات جزء يسير للاستثمار، وصلت الفكرة، وهو لا يشكل شيئا بالنسبة لما هو موجود في الوضع العراقي. شكرا لك يا دكتورة هدى فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.